هنية هنية خلوصية هنية خلوصية هنية خلوصية لا تنازل عن القضية لا تنازل عن القضية لا تنازل عن القضية لا تنازل عن القضية هنية خلوصية هنية خلوصية. ما يقوم به الكيان الغاشم اليوم هو رقصة الديك المذبوح، لأنه فشل في كل مخططاته لاجتياح فلسطين، فشل لتهجير فلسطين، فشل لكسر شوكة الفلسطينيين، وأخص بالذكر هنا الغزاويين، فالتجأ للتصفية الجسدية لقادة فلسطين ضانا منه أنه سيفشل الحركة، سيفشل المقاومة. المقاومة فكرة، المقاومة إيمان، المقاومة بداخل قلب كل مسلم. هنية والريس والرنتيسي وأمثاله ما هم إلا قادة، وليس بغياب القادة ستغيب القضية، بس ستشتعل أكثر. لما غاب مؤسس الحركة واغتيل وهو في كرسيه كاسحا، لم تتوقف الحركة الإسلامية، حركة المقاومة الإسلامية حماس، بل ظهر قياد جدد وظهر مناضلون جدد على أرض المكان. هذا ما جعل الكيان الصهيوني يشعر بالعجز وكأنه في آخر أيامه. نحن لا نبكي، تارة نبكي، نحن لا نبكي على شهداء الأمة الفلسطينية، على الأمة الغزاوية بالخصوص، ونحن نرى كيف النساء صامدات، النساء تودعن أبناءهن بزغاريد وأية زغاريد تودعهن وكأنهن يعانقن الجنة. نحن نبكي حسرة على ماذا قدمنا، نحن ماذا سنقول أمام الله سبحانه وتعالى حين سنسأل، وإخواننا مجوعون مطرودون، إخواننا مروعون في أمانهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أشم رائحة الغدر، ومن يا ترى جاهل من يظن أن الصفويين سيقدمون أمانا؟ هناك تكالب من إيران، تكالب من أمريكا، تكالب من الإخوة قبل الأعداء. خيانة القضية الفلسطينية أتت من الداخل ومن الإخوة قبل الأعداء. وتحية للمرأة الغزاوية، تحية لكل من يتنفس عبق فلسطين، من أرض المغرب، من أرض المجاهدين، من أرض أناس يعشقون فلسطين. فلسطين تهمني، غزة تهمني. من قال أن غزة لا تهمني وتاز قبل غزة فهو كاذب كاذب. نحن شعب نعشق غزة، نموت في فلسطين حتى النخاع، وديننا دينهم، عرقنا عرقهم، ولنا أواصر قرابة وأواصر محبة تجمعنا، ولن نركع، لن نخون، ونحن نجرم التطبيع. أكبر دليل على انهزام العدو الصهيوني وجبنه وفشله أمام صمود المقاومة لهذه العشرة أشهر والبقية تأتي، أكبر دليل هو لجوءه لهذه الأساليب الجبانة التي لا هي أساليب ديال الجبناء، أساليب الاغتيالات للقادة السياسيين وللمدنيين، وهذه لن تفيده في شيء بقدر ما ستزيد المقاومة الفلسطينية صلابة وصمودا وشموخا وارتباطا بقضيتها أكثر فأكثر، وستقنع كل ساكنة العالم بأن القضية قضية عادلة، وأن الشعب الفلسطيني يجاهد من أجل حقه ومن جاهد أرضه، وكأن بهم لا يقرؤون. فإن غزة عبر تاريخها كانت عصية كل من أراد أن يكسرها ويكسر أهلها ويغزوها، كل القوى. ولذلك عشرة أشهر تمضي وهم فاشلون في كسر المقاومة، في هزم المقاومة في غزة، وبالتالي بقيت لهم هذه الأساليب الجبانة ديال الاغتيالات التي لا يقومون بها ولا ينجحون فيها مع الأسف، وينجح فيها الموساد إلا بمساعدة العملاء والمتصهينين في مختلف البلدان العربية والإسلامية والغربية، وإلا فهم داخل غزة الضيقة المساحة لم يستطيعوا معرفة تواجد السنوار ولا غيره من المقاومين والقادة ليغتالوهم هم أيضا. فتحية للمقاومة، ونحيي هذه المقاومة، وبقدر ما نحن حزينون أشد الحزن على استشهاد الشهداء بقدر ما نحن فرحون لهم، لأن الله تعالى البلاهم أمنيتهم، فتحية لهم. أبت الألطاف الإلهية أن يرتقي
الشهيد هنية ليلة الأمس إلى ربي الأعلى محققا أغلى أمنياته التي كان يتمناها وهي الشهادة. هذه الشهادة التي جاءت في ظل صمت رهيب وخيانة غريبة من الأنظمة العربية. اليوم نقول بأنه 10 أشهر مرت ولم يستطع الكيان الغاشم والكيان الصهيوني بمساعدة كل من تحالف معه من الأمريكان والبريطانيين والأستراليين والفرنسيين. إنها حرب عالمية ضد غزة، ضد حركة حماس. هذه الحرب العالمية لم تستطع أن تمس ولو قائدا من القادة حماس داخل غزة، وإنما هي استغلت فرصة زيارة الشهيد هنية لتهنئة الرئيس الإيراني على توليه الرئاسة لكي ترسل صاروخا إلى غرفته التي ينام فيها. وهنا ندخل بأنه كم وصلنا من الخيانة داخل البلدان العربية والإسلامية، لأنه تحديد المكان بالضبط الذي يوجد فيه هنية ليس بالأمر السهل بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي كنعرف جيدا بأنه عظماء الدول، رؤساء ملوك، الشخصيات الهامة تكون هناك احتياطات أمنية متنوعة، وحتى أقرب الأقربين لا يعرفون أين تكون الإقامة لهذه الأشخاص. وبالتالي نشم رائحة الخيانة، نشم رائحة الغدر. هذا لا يمنع بأنه هنية التحق بالرنتيسي والتحق بالشيخ أحمد ياسين والتحق بشهداء 10 أشهر وهم من الشهداء الذين وصلوا اليوم إلى 60,000 ولا 70,000، هذا ما تم إحصاؤه. ولكن هنية ارتقى وترك من ورائه أولادا، وترك من ورائه شعبا، وترك من ورائه مقاومة قد بناها لعدة سنوات. لا يمكن أن تقف المقاومة عند شخص واحد. هذه فكرة والفكرة لا تموت، هذه فكرة والفكرة لا تموت، زرعت وهي تنبت من جيل إلى جيل، تنبت في الأرض وتنبت مع الصغار والكبار، وننقلها الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد. لا يمكن أن ننسى أبدا هذه القضية الإنسانية العالمية التي اليوم تبين للجميع وبالواضح بأنه الكيان الغاشم الذي تم طرده من جميع البلدان الأوروبية والذي استوطن فلسطين لا يمكن أن يكون إنسانيا. ذرة الإنسانية لا يملكها بالوحشية التي يقوم بها في القتل والتقتيل والتهجير. الحمد لله أن 7 أكتوبر أزال اللتام والغطاء عن هذا الوجه السفاك، وأزال كذلك الوجه واللتام عن الخونة والعملاء والمتصهينين. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.